استعاذة بالله من الشيطان وبسملة بالرحيم الرحمن، والصلاة والسلام على النبي العدنان. أقول لكل المصريين كل عام وأنتم بخير، بتحرير الأرض وتطهير العرض وعودة سيناء الغالية إلى قلوبنا. اسلمي يا مصر إنني الفدا، ذي يدي إن مدت الدنيا يدا، ومعي قلبي وعزمي للجهاد، وأنت بعد الدين دين. لك يا مصر السلامة وسلاما يا بلادي، إن رمى الدهر سهامة أتقيها بفؤادي.